فاتت على عدة مراحل. كان استيراد تاع التفاح كميات باهيه كبيره جدا يجيبوها من اوروبا. قال في انا ذاك في 2000 نقولوا حنايا باشر حتى حوالي وقت لو بي ان دي او اف ان دي، قال ينتقلوا في بعض المناطق المؤهله لانتاج التفاح، كاين باتنا، كاين خشله، كاين سيدي بن عباس، كاين ام البواقي، كاين امور يعني راهي تنتشر بالنسبه لانتاج التفاح وفي نوعيه عاليه جدا. هنا رانا نشوفوا باللي اليا اون ميتريز توتال دو لا برودكسيون. هكذا شوف قليل البلدان اللي يدير لك انتاج بالنوعيه هذه، قليل قليل حتى على مستوى اوروبا، بالخصوص بعض الدول اللي يستوروا هما يفون دو ليكسبورطاسيون تاع لا بوم، ما تلقاش لا كاليتي كيما هذيك. شفناها لا كاليتي اللي كنا نجيبوها يا 7 و 8 ans كنا تاع كنا نجيبو لا بوم كي نافي با هادو لي كاليتي. شوفوا انا بيو، اذا انا بالنسبه للنوعيه ما كان اي يا اوكن ستار هنا سي تو ريوسي. لا دوزيام شوز حكيت على لي بورتوغراف، ان شاء الله رانا اون ان برودكسيون تاع لي بورتوغراف لارجومون سوفيز تكيا دي جون كي اكسبورت لي بورتوغراف اون اور. هذه دونك سي لا دوزيام ايتاب. ترازيام ايتاب هنايا فو ميتريزي لا توتاليتي، بقات قضيه ممكن تاع كيفاش نقولوا لا ديرنيير ايتاب قال ممكن فيه يا ترانسفير ان بو دو ترانسفير دو كونيسونس دو فورماسيون دو تكنولوجي لي فيلي انتيغرال اللي كنا دروك حنا راهم نديروهم، كانوا لي فيلي انتيغرال نجيبوهم من الخارج راهم يديروا دروك هنا. اذا نشوف بلي فيه تطور كبير بالنسبه لنا.